يا الله. أهلا وسهلا بكم في فندق جود. أسعد الله مساءكم أصدقائي وأعزائي في هذا اللايف المباشر من مدينة دبي. اليوم هو يوم مخصص لعشاق الجمال، لعشاق الصناعة التقليدية. اليوم سنتحدث عن إرث تقليدي تاريخي، نتحدث عن صناعة تمتد ل2500 سنة تقريبا. نتحدث عن صناعة السجاد العجمي أو السجاد الفارسي. ولمحاسن الصدف ألتقي شخص هو يعتبر قيدوم هذه الصنعة، وسيكون معنا بعد قليل، صاحب شركة قم للسجاد العجمي والتحف. أهلا بكم. سوف نطرح عليه العديد من الأسئلة، وسيخبرنا بخبايا هذه الصنعة. وأرجو من الله العلي القدير أن تكون يعني هذه المعلومات مفيدة لكم جميعا أصدقائي. وإذا لكم أي أسئلة سوف نطرحها تباعا. نحن في فندق جود، وفندق جود صراحة فندق رائع وجميل، وهو يقع في قلب دبي القديمة في الرقة، وفندق هادي. أهلا وسهلا بمن ينضم معنا. إذا أردتم مشاركة هذا اللايف في أي من المجموعات أو من صفحاتكم الخاصة يعني أكون شاكر لكم جميعا. مرحبا بالجميع، مرحبا بجيسون، نورينا، مهداوي، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. كما تشاهدون هذه التحفة الجميلة الرائعة، مرحبتين ماريا. طبعا نحن نقترب من المحل. كلنا يقتني نوع من السجاد أو الكاربت في المنزل بشكل أو بآخر، ولطالما يعني أحببنا أن نزين بيوتنا بهذه التحف الجميلة. السجاد العجمي الأصلي يدخل في نسيجه القطن والصوف والحرير، وهناك لوحات جميلة ورائعة. نبقى سويا الآن في هذا المعرض الجميل الذي هو يعني مليء بالتحف في فندق جود قم. كما تشاهدون يعني في بعض الأحيان أنت لا يمكن أن تدرك أن هذه السجادة، شوفوا يعني الصنعة وحرفية الصانع، يعني تكاد أن تظن أنها لوحة زيتية أو شيء من هذا القبيل. انظروا هذه اللوحات كذلك. لعشاق الخيول. انظر إلى هذه التحفة الجميلة. أهلا بكم مجددا في هذا اللايف، وندخل الآن عند ملك السجاد أبو مروان. السلام عليكم أبو مروان. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا مرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا. كيف الصحة؟ الله يسلمك. إن شاء الله بخير. الله يسلمك ويعافيك. يا مرحبا. اليوم أنا ومتابعيني في الفيسبوك أصدقائنا في مختلف بقاع الوطن العربي، من المغرب إلى أوروبا إلى دول الخليج، كلهم حاضرين معنا اليوم في هذا اللايف، وحابين يتعرفوا على تاريخ السجاد العجمي الفارسي. تاريخ السجاد العجمي الفارسي نحن نسميه حاليا الشرقي، كثير وكثير وغني عن الوصف، ما نستطيع نوصف، ولكن أعطيك
فكرة بسيطة. احنا من خلال خبرتنا وممارستنا لهذا النشاط من قريب أكثر من 40 سنة، عرفنا عن السجاد الإيراني أو الشرقي أنه تاريخه يزيد عن 2000 سنة. ما شاء الله. أي 2000 سنة. والسجاد طبعا متنوع وألوان أشكال وحياكات ومواصفات من الأي إلى زد، من ألف للياء، أنواعه كثيرة، أشكاله كثيرة، وأصبحت اليوم الناس تقتنيه في البيوت الراقية والحديثة اللي الله أعطاها للناس وغناهم في هذه الثروة وهذه البيوت الطيبة. ما في حدا بدون سجاد في بيته، إذا ما زين السجاد في بيته ما خلصت البيت. طبعا هو يعني أساسي في تأثيث البيوت، أصبح يعني أثاثي في البيوت الجميلة الحديثة الراقية. صحيح. ونقول لك أنه من أيام جدي نحن نعرف السجاد كان موجود في بيوت أجدادنا وأبواتنا. طبعا طبعا. إيه؟ حتى كبار القوم كانت يعني مجالسهم نعم نعم تزهو بالسجاد، خصوصا كبير الحجم هذا اللي يكون في مجالسهم. جدا جدا. طيب كم سنة صار لك أنت في هذا المجال تعمل في مجال السجاد؟ أنا قرابة 45 سنة تماما. 45 سنة؟ يعني لا توجد شهادة تعادل هذا، ولا دكتوراه ولا طبعاً. ولا بروفيسور ولا مستشار على على, على كلامك صح. لا لكن أنا كمان أيضا اكتسبت الخبرة والفكرة من أبويا شوية عندما كنت وأنا لسه في المدرسة. نعم. وكان أبوي كمان يقتني هذه الأشياء ويشتغل في هذه الأشياء شوية مع القهوة العربية، كان يتاجر في القهوة العربية في البن العربي. يتاجر فيه ويصدر لك بلدان عدة، فبالتالي أنا استفدت منه الخبرات في التجارة. أبو مروان أنت سلي الأسرة من التجار. أي نعم الحمد لله. التجارة بركة. نعم استفدت منه هذه الخبرات. ولما كان هو كان بأيام زمان السوق الشرقي. نعم. السوق الشرقي. نعم. هذا اللي داولوا يبيع من بلد لبلد وصدر من بلد لبلد. صحيح. كان متوفر لكن بأحجام وكميات قليلة. إحنا اليوم عندنا حاجات متطورة. صحيح. السجاد راقي جدا جدا، ألوان كما يتطلب للمنازل حسب الديكور حسب المساحات. في بعض العملاء مثلا بيكون بدأ يأسس بيته مساحة عنده كذا وكذا، الديزاينر المهندسين عندهم بيجي عندنا بيقول والله أنا عندي مساحة كذا وكذا. نعم. أبغي اللون الفلاني واللون الفلاني واللون الفلاني، نعملها طلب أوردر ننتظرها. بعض منها تأخذ سنتين، بعض منها تأخذ سنة ونص، بعض منها تأخذ 10 سنوات 12 سنة. طبعا في ناس مثلا يبتدي يبني قصر يكون يطول يأخذ راحته. صحيح. باله. صحيح. يقعد فترة طويلة، فبالتالي يجهز الأثاث، يجهز كل شيء مع بعض علشان يكون الفتح في آن واحد. من الأشياء اللي تستحضرنا في ذكرياتنا أن هناك سجادة يعني دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية، هي سجادة مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي. نعم. هذه السجادة أنت إيش تذكر عنها يعني، وشو اللي إنها صنعت في إيران واشتغل فيها يعني عدد كبير من العمال صحيح. وعملية إكمال الوصلات حقها في المسجد. جزاك الله خير، ذكرتني شغلة واحدة وهي فاتتني في الأول في المقدمة. نعم. عندما دخلت علي. نعم. أول شيء ذكرتنا حيم الشيخ زايد رحمة الله عليه. نعم. أبونا اللي ساكن في القلب داخل في 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 دماءنا وفي عروقنا. نعم. فأبونا الشيخ زايد أول شيء نذكره الحيم نرحم عليه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وهو العلم حقنا واللي ترك فينا العقول والتجارة والوطنية وزرع فينا كل شيء. فشوف الشيخ زايد رحمة الله عليه كمان أعاد للبلد رونقها، التراث، أعاد التراث، أحيا التراث. نعم. وكان دائما همه الإخضرار، كل شيء يكون أخضر، وزراعة البلد والصحراء انزرعت. صحيح. خير الله منه هو بأفكاره هذه ورغباته كان الشيخ زايد. ومن ضمنهم أنت تعرف ليش أنا ذكرتها، لأن السجادة باللون الأخضر. أي وهذا كانت خياره. وأنا أذكر أنه كان في أيام هذه السنوات حتى كهرباء الكورنيش طلب الشيخ زايد أن تكون اللمبات أخضر. إيه صحيح. وما أذكر الحين أنه بعد أخضر ولا تغيرت. إيه لا تغيرت. فرحمه الله ونحن في عام هذا في عام زايد، وحفظ الله شيوخ الإمارات جميعا. نعم. وهم ما شاء الله ماشيين على نهجه،
وعلى نفس الأسلوب، ونحن بخير والدولة بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد كلنا في البلد. اللهم آمين. اللهم آمين. فهذه السجادة يعني شغلت العالم. نعم إيه؟ السجادة شغلت العالم لأن كانت هي الفكرة لأبونا الحكيم حكيم العرب الأول الوحيد. هذا المسجد العظيم أولا اللي انشئ وتحفة معمارية بكل المقاييس اللي هو زايد الحكمة والحكمة والحكم، فهو قرر أن تكون هذه السجادة كذا كذا، فيعني شيء يستاهل المسجد. وطبعا تدخل غينس وما غينس وهذا كل حاجة لازم شيء طبيعي لأنه ما في حد سبق بالتاريخ أن عملوا مسجد بهذا الحجم وهذا النوع وهذا المستوى وهذه السجادة الكبيرة الواسعة. المسجد كامل طبعا أخذت شو كان صداها على السوق؟ السوق والله نحن شوف ما أريد أدخل في أمورها كثير لأنه نحن كان شركة في هذا الموضوع. لنا حصة بسيطة كانت يعني من خلال الأفكار والبرنامج والاتفاقيات مع الشركة الإيرانية أو المصنعين الإيرانيين. نعم. الذي ظلوا يشتغلون فيها 24 ساعة، مجموعات كثيرة جدا، جروبات يعني شفتات ليلا مع نهار. هي في حد ذاتها تحفة يعني. طبعا كيف لا تحفة يعني. أنا زرت المسجد كذا مرة، صلينا في التراويح وقيام الليل وخلافه. نعم. كانت هذه يعني لوحدها إنه يعني يبهرك الزخرفة. طبعا طبعا. لكن طبعاً لكن طبعاً هي بحد ذاتها كانت مبهرة. طبعا طبعا طبعا. أنا زي ما قلت لك الأولى والأخيرة، ما في حدا قادر يعمل مثل هذا الشكل ومثل هذا المنقز، وهذه كانت منقز من فضل الله الشيخ زايد ورغبته. رحمة وتمت الله. كما يريد رحمة الله. وهذه أنا 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 أهيبك أنك أنت كذلك في إذا تيسرت الأمور وزرت المغرب في مسجد الحسن الثاني، ويعتبر تقريبا ثالث أكبر مسجد في العالم. نعم. كذلك تشوف هناك فيه السجاد المغربي، وعندنا في المغرب صناعة تقليدية محلية للسجاد عمرها حوالي 600 سنة أو 700 سنة تقريبا في هذه الحدود، وهي من أحد الصناعات التقليدية من ضمن الجلود والنحاس والزخرفة على الخشب والأشياء. تذكرتني بهذه الأشياء، أشياء المغربية فعلا. أنا أعرف عندي خلفية وفكرة عن الزخرفة المغربية والجلود المغربية والجبس. أنتم فنيين عندكم المغرب. الزخرفة الإسلامية في الأندلس اللي كانت في الأندلس قصر الحمراء. أنت تتكلم في شيء يعني معجز. قصر الحمراء تم تصميمه على مواصفات من القرآن الكريم للجنة. ما شاء الله. كيف الله سبحانه وتعالى وصف الجنة في القرآن؟ ما شاء الله. تمام؟ ما شاء الله. كانوا يحاولون أن يجعلوا من هذا الوصف في قصر الحمراء. فأنت كيف تقف في أمام هذا هذا الصرح التاريخي تستغرب مدى تطور المهندس والمصمم، حسابات وتصميمات ويعني شغل هندسي دقيق جدا في زمن احنا ممكن نعتبره بدائي مقارنة بالآن. صحيح 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 صحيح. فأنت إذا ذهبت إلى المغرب سوف تجد كذلك حضارة يعني رائعة جدا، لا على مستوى الزرابي ولا على مستوى مختلف الصناعات التقليدية اللي ما زالت الحكومة في المغرب تدعمها. احنا نريدك انت تشوف الزرابي المغربية، ونريدك تعطينا مقارنة جميلة بين هذا وذاك، ولربما يكون عندك انت يعني فكر ابداعي في مزج هذا الثقافتين. شيء طبيعي، انت الحين يعني شجعتني ودعمتني كثير جدا ان انا ازور المغرب، لان انا لم ازور المغرب في حياتي لسه. لا لا بتزورها ان شاء الله. هي المغرب الوحيد اللي انا ما زرتهاش، ربما الجزائر الدولة القارة، كثير بلدان زرت البلدان كثيرة في الدنيا، لكن المغرب والجزائر أنا ما زرتهاش. أنا أذكرت الجزائر لأنه جيران. لا جيران. لكن المغرب أنا عندي خلفيات وعندي فكرة إنه فيها من التاريخ وفيها من التاريخ الكبير العريق وفيها من الحضارة وفيها وفيها وفيها. وأنا أعرف كذا ناس من المغاربة اللي هنا أتوا لعندنا يعني مبدعين بالزخرفة وبالفن، وعملوا كمان لي واحد من الزملاء هنا هنا. نعم. الحين قريبة، حتى لو أقدر أقول لك جاري يعني قريب مني في منطقتي. أيوة. جاب الجماعة من المغرب عملوا له زخرفة في البيت تبعه. أيوة. وهذا الجيبس وما الجيبس والفنيات ضروري. عندنا أسقف من الخشب كذلك خرافي. فأنا كل شوقا للمغرب.
والمسجد هذا لازم أصلي فيه طبعا. وبس أنت تستصحبني وتروح معي، بروح معك. أتشرف فيك تسلم. كون ضيفي وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. تسلم، أروح أنا وياك المغرب ونشوف المسجد هذا ونصلي فيه ونشوف إيش يحتاج نعمل له. الله يطول بعمرك. مستعدين. هو معلمة تاريخية جميلة جدا. نعم. طيب الحين إحنا لما نريد نفصل أنواع الزرابيع عندنا، نحصل أول شيء قياسات مختلفة. صحيح. تمام. صحيح. وفي عندنا سمك مختلف. ألوان مختلف، سمك مختلف، عقد مختلف، كل شيء. والعقد المختلفة. فإحنا نريد مثلا تعطينا يعني بشكل موجز هذه الاختلافات ولشو تصلح. بعطيك فكرة من هذا اللي حوالي جنبي الحين المفتوح. أيوة. لأنه في سجاد كثير جدا في المخازن. شوف مثلا هذه السجادة. أيوة. هذه من الحرير الخالص. هذه من الحرير الخالص 100%. وهذه حجمها مترين في متر ونص. مترين في متر ونص. أي هذه من النوع الراقي. إحنا قلنا حرير خالص 100%. أيه. لكن احنا نحتسب هنا للفني الذي بيعرف. أيه. الحياكة. أيوة. العقد، الفن، الإبداع اللي فيه. هذه من كثير جدا من يعني ملمسها تحس طبعًا فخمة الملمس. طبعاً تفضل المسها شوف. أيه. كذلك هذه أريد أقول لك إن هذه مثل متر ونص. هذه ربما أنجزت في احد المنازل المبدعين الفنيين اللي يشتغلوا فيها. اي مو اقل من 18 شهر اذا ما كان 24 شهر مده انجاز. أيوة. هذه السجاده. أيوة. لوحده. ايوه ايوه 18 شهر تقريبا. تقريبا ربما يكون اكثر من 18 شهر. فما بالك لما تكون عندي ابو 12 متر، يعني 3 في 4 متر. أي. 6 في 4 متر. الله. 5 في 8 متر. الاحجام. ايوه. أي. 40 متر مربع، 200 متر مربع، هي تأخذ سنوات طويلة، تأخذ سنوات طويلة. إذن أنت ما قاعد تشتري قطعة جاهزة تتنجز في وقت وجيز. لا، ما هي من هذه السهالة. وهذا هو السر غلاء هذه. أيوة. القطع. أيوة. فأرجع وأقول لك هذه الحين. أيوة. كما شرحت لك هذه حرير خالص. حرير خالص. هذه حرير صوف، ولكن من التوب رينج، يعني من. أيه. أعلى 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 أنواع الحياكة بالسجاد. حرير صوف. حرير صوف. حرير صوف. وهذه من أعلى أنواع. أيه. الحياكة بالعقد، تعتد بالملايين. أوه. بالملايين، يعني لما نحسبه بالقدم أو بالسنتي أو بالإنش. نعم. هكذا. فتبين كمان الخلفية مالتها. تشوف، شوف الخلفية مالتها كيف دقيقة. أيوة. دقيقة العقد، يعني صغار جدا، يعني صعوبة تبغي لك زوم حتى تستطيع أن تصل. وهذا شغل يد. هذا شغل يد كله. أيه. شغل يد. شفت كيف؟ يعني من الصانع يبدع صراحة. الكثير الكثير. تعال معي إذا تريد. تفضل. تفرجك هنا وتشوف هنا كمان. أنتم معنا في هذا اللايف المباشر من دبي، دبي القديمة، دبي العتيقة. في هذا المكان نكتشف زاوية من زوايا الجمال، زاوية من زوايا الإبداع لعشاق الجمال. يعني انظروا إلى هذه التحفة الجميلة بألوانها الذهبية الرائعة. يعني من يعمل العمل التقليدي، هنا تفرد لنا هذه السجادة الرائعة. كأنه فيها لونين. هذه شوف تمشي تتموج الألوان. هذه متموجة الألوان. ليش؟ لأنها حرير خالص. أين؟ فتلاقيها من زاوية إلى زاوية لونها يتغير، يختلف. اي مش يختلف، هو اللون هو الالوان. أي. انما انعكاس الضوء عليه. انعكاس الضوء غامق وفاتح. شوف انت لو تلف من الناحيه الثانيه تصورها وتشوف كيف يطلع معك لون ظني من هناك غامق، من هنا تصور فاتح. صح صح. انا من هنا لون غامق. شايف؟ اي هذه حسب انعكاس الضوء. هذه شوف عندي قطعه من الحرير الخالص. مثل هذا عندنا كمان نسمي عندنا هنا في الامارات وفي الخليج. نعم. جوري، يعني توين. هذه جوري. ايوه قطعتين بنفس. ايه. الحجم نفس اللون كزوج. ايوه نوضح اكثر نقول زوج. ايه واحنا في المغرب نقول زوج. ايوه زوج زوج. احنا في الارقام. ايه. نقول واحد. ونحن دائما في كل مكان زوج. زوج، لكن عندنا هنا زي ما قلت لك في اللهجه الداريه المحليه. ايه. يقولون في الكويت وفي هذه بعض الدول الخليجيه. ايه. جوري. ايوه. فهذه نفس النوعيات، بس شوف هذا مجمع عندك. أيه. هذا مجمع سجاد الحرير كله عندنا هنا من الحرير. نعم. هذه سجاد صلاة. هذه
يعني ما هي 100% شقق الصلاة، هي المحراب عليها بالضبط. ولكن أنا أوضح أكثر إني ما يقول الصلاة عليها لأنه فيها طيور. أيوة فيها طيور، بس لكن هذه لأن في الناس ما ينتبهوا. أيوة أيوة، شكل ديكوري جمالي فني، هذا للتعليق، هذه تعلق. أيوة، فبعض الناس يشوفها كمحراب وكذا. لا، ركزوا يا جماعة الخير، هناك طيور. أيوة، وإذا فيها شيء فيه أرواح يعني ما تصلوا عليها. شايف الحين أعلمك هذه، شوف كمان الحاجة، اللوحات الحلوة أي الإسلامية الجميلة، هذه جميلة. هذا شوف، خذها هنا على الضوء، هذا أحسن. هذه آية الكرسي، وحرير خالص للتعليق. شوف الإبداع والجمال. يا سلام يا سلام، آية الكرسي على آية الكرسي وبعض المقتطفات الثانية. أي من أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كما تشاهدون. أي البصير، أيوة الغني الحميد. أوكي. أي لا جميلة تقريبا. إحنا لما نشوف مثلا قطعة مثل هذه تعلق على الجدار يعني و... نعم. تكون يعني هذه قطعة خالدة في المنزل، تعيش أبد الدهر. هذه ما تتغير ولا تروح ولا هاي الشكل. بعض الناس يعمل له مثلا في البيت يعمل إطار، يعملها إطار. أي وبعض الناس بدون إطار كمان، لأنه يحتاج بين فترة مثلا يشيلها، ينفضها شوية من غبار أو شيء. نعم. ثم يعيدها. نحن عندنا فنيين دائما ننصح اللي يأخذ مثل هذه له. أيوة. نعمل له عليها ستريب هنا. أي. نعمل له يعني قماش فني عشان ما يأثر فيها، ما يأذي السجادة. فيجي هذا الإنسان يحط عليه الرود، هذا حق الستائر، بالضبط، وعلقها كذا على أنجلز، بالضبط، فتحافظ عليها. أيوة. طيب الحين مثلا هذه القطعة سعرها المتوسط تقريبا كم يصل؟ هذه شوف أنا بعلمك، وإحنا نتكلم عن شيء فخم يعني. تسلم. هذه زي ما قلت لك، هذه الحين آية الكرسي حرير خالص 100%. أيوة. لكن حعلمك بعض الحاجات من الصوف والحرير. أيوة. مختلف الأسعار، بعطيك فكرة عن سعر هذه. طبعًا. في حاجات ثانية بعلمك فيها بتشوفها، أشياء كثيرة. جميل جميل. شوف هذه مثلاً. نروح عندها لأن الإضاءة ما شاء الله حارة. شاب هي لايت. أيوة. أوكي. نعم. يا سلام. آية الكرسي هذا بالخط المحفور. أي. الحفر. هنا الحفر أو الخط بارز من ال. البارز عفوا. أي نعم. بارز تقريبا. أيوة. كيف جميلة. وهذه حرير وصوف. وهذه كانت تكون شبه مربعة، هذه اللوحة من اللوحات الراقية. والثاني برجع لك للأسعار. أي ما في إشكال، ما في إشكال. شوف هذه مثل عندك باب، مثل باب الكعبة. أيوة هاي باب الكعبة. طبعا الآيات القرآنية اللي مكتوب فيها هي اللي هي واردة في باب الكعبة نفسها بالضبط. أيوة. نسخة عن أستار الكعبة. أيوة. تمام. كذلك يعني شوف هنا قيمة السجاد تبرز إنه سترت به الكعبة. معلوم. يعني كمان شفنا تقرير عن السجاد اللي يشتغل السنة كاملة في السعودية. وحتى كل سنة يغيروا سترة الكعبة. طبعا. وترسل قطع منها للرؤساء وللأمراء. تهدى للأمراء والملوك والحاجة زي كذا. نعم. وهذا يبين كذلك يعني قيمة السجاد. هذا شوف الكمية هنا المحطوطة كلها حرير. اي ما شاء الله ما شاء الله. احجام مختلفة، انواع مختلفة. هذه هنا خلاف ما عندنا في المخازين طبعا. طبعا 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 طبعا. هذه شوف مثلا. اي برضو يعني بعض الاوقات تكون عندنا مثلا سور القصيرة. اي مكان هذه آية الكرسي يكون مثلا سورة الفاتحة. نعم. سورة المعوذات. أي. في احجام كبيرة واحجام صغيرة. قصار الصور. ايوة وقصار الصور. ثم هذه حرير وصوف ايضا. وكذا كما تشوف انت الالوان حسب الرغبات، في الوان واشكال واشكال. أي. طبعا اذا 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 العميل او الزبون يعني هو يحب ان يستفيض في هذا الموضوع، فهناك على الطلب انتم يعني تلبون جميع على طول. أي. على طول على طول على طول. يعني ممكن هو يعني يصمم سجادته بالطريقة اللي يحتاجها، اللي يريدها. هني لفظ الجلالة. نعم. مع خلفية زرقاء يبدو فيها مثل البرق، وكما تشاهدون دقة الصانع كأنها رسمة. طلع الإطار، طلع حلو كثير ممتاز.
شيء رائع جدا. أشياء كبيرة جدا يعني، هذا مختصر يعني أو جزئي. إيه؟ كما تفضلت وقلت لك على هذه باب الكعبة. إيه؟ لكن حجم الصغير يعني الحجم في 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 منها حجم أكبر أستار الكعبة. 2-3 متر. إيه؟ يعني في أشياء أشياء أحجام كثيرة مقاصد كثيرة. أشوف هذه كمان، هذه شوف خل افتح لك اياها، هذه كمان بالحرير الخالص. الله، آية الكرسي حسها خفيفة الوزن شوية، هذه خفيفة لأن حرير خالص. أيه. ما هي ثقيلة كثير. اي نعم ما هي ثقيلة. شوف يعني خلينا بس افرد لك اياها بيدي فوق كثيرة. يمسك معي الشاب. انا امسك معك. لا انت بتصور. ايه شوف 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 هذه شوف 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 الله. شوف دي كمان. يا سلام. هذه كانت طلب خاص ومحجوزة خلاص. ايه طلب خاص. ايه واحدة سيدة من السيدات عندنا في دبي. نعم. فهي حديقة تأخذها. آية الكرسي. هذا طلب خاص. طبعا هاي تعلق في ممر طويل او. يعني هم يعلقونها في اي مكان. طبعا المنازل ما شاء الله اللي ضخمة وكبيرة. رائعة جدا. في صالة من الصالات في مدخل من المداخل. نعم نعم. لان هذه آية الكرسي ونحن. إيه آية مقدسة ونحن. ماذا تعني آية الكرسي؟ هذه من الـ من الـ الآيات التي تقي من نرقى بها. هني في عندنا 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 هنا نحاكي التاريخ في هذه اللوحة. هذه في رحلة صيد القنص. هذه رحلة صيد عند أي حضارة؟ عند الفرس؟ عند الفرس، عند العرب كمان. إيه لا لا، إحنا ترى نشوف الأزياء، نشوف نشوف الأدوات اللي تستخدم، نشوف القبعات، نشوف زينة الخيل كما هي موجودة. فهمت كيف؟ وين هذا من أيام عمر الخيام؟ إيه وين فهمت كيف؟ ونشوف هنا في أسود، والأسود نعرف وين أماكنها يعني. نعم نعم نعم، كانت قبل كذا سنوات الجزيرة العربية كما يوجد فيها كل شيء موجودين في كل مكان. فهذه الـ هذه الـ هذه الـ السج هذه النوع من أنواع السجاد، يعني هناك حكاية أو هناك تاريخ وراء هذه الرسومات ورموزها الموجودة. يعني المفروض الناس تطلع على هذه الخلفية عشان تعرف قيمة الفكرة اللي موجودة في السجادة. في ناس عندهم خلفيات، في ناس يعرفوا، واللي ما يعرف ما يعرف، واحنا نطرح لهم الأفكار ونشرح لهم كل حاجة وكل هذا كله موجود. شوف في أحجام صغيرة وفي كبيرة منها، وفي ألوان طبعا. يعني التاريخ مرة يحكي عن نفسه. صحيح. في ناس يعرفوا، في ناس اللي ما يعرفوا ما يبغوا. خبرني عن اللوحات اللي هذه. ايه؟ كأنها لوحة زيتية مرسومة بالفرشات. شفت في كثير من الناس مثلا أحيانا يتساءل ويجي يقولنا هذه شو هذه صبغة، هذه اللوحة. ايه رسم. ايه شوف يعني يتصور يعني من هذه الصورة الآن أصورها أحطها، هي عبارة عن لوحة زيتية. ايه هذه شغل يدوي. إبداع فني، تاريخ كبير، ما هو سهل، ما هو بسيط. شوف كيف شايفها صراحة فنان. يعني هذه اللوحة كم تأخذ من الوقت؟ هاي هذه مش أقل من 2.5 سنين. مش أقل يعني من سنتين واحد ونصف. إيه فرد واحد. نعم. يا صبر أيوب. نعم 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 نعم، هذه فن يعني راسخ فيهم الجماعة ما شاء الله. إيه يعملوا حاجات هم يعني يشتغلوا وهم بمزاج عالي. مزاج عالي وصبر طويل. أكيد. طبعا 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 طبعا. نرحب مرة أخرى بجميع المنضمين إلينا في هذا اللايف. أستاذ علاء يسأل أين هذه الأشياء. هذه الأشياء توجد في فندق جهود في شارع في منطقة الرقة في دبي، في شركة قم للسجاد العجمي والتحف عند صاحبها الصديق العزيز أبو مروان. هذا هو من أراد أن يأتي إلى فندق جود ويرى هذه الجمالية الرائعة عند أخونا أبو مروان. وطبعا يعني أستاذ محمد أعطانا وعد بأسعار طيبة للأصدقاء. هذه الجماليات صراحة. أهلا وسهلا، أهلا بمريم، أهلا بالصاوي، أهلا بإسماعيل، أهلا بدر أخويا بدر، أهلا ويلكم مستر رميش مرجاني.
طبعا الناس مستمتعين جدا بهذا اللايف وبهذا اللقاء الجميل معك اخوي محمد. تسلم الدوم الله يحييكم. عندك فرع هنا في فندق جود. نعم. والفرع الثاني في فندق شيراتون الخور. في فندق شيراتون الخور يعني كان لدينا كذا مكان وكذا فروع في دبي وفي امارات اخرى، ولكن اختصرنا وخزلناهم كلهم في معرضين. جميل جميل جميل. لأنه الناس يعني تحتاج إلى سهالة مواصلات حتى يوصلونا بسهالة، ومواقف سيارات هنا قريب من كل شيء. هنا هي مواقف سيارات في منطقة الرقة بدر، وفي فندق راقي ونظيف. إيه لا لا، لأن بضاعة راقية. نعم. وبضاعة ثمينة. نعم. تمام. نتطرق إلى موضوع الأسعار كيف ما جينا له. تفضل. أريد أطمن اللي يعرف من العملاء الضيوف الكرام إنه الأسعار عندنا متناول اليد، يعني كثير كثير جدا. أنت سألتني أول على هذه الحرير. بالضبط. هذه الحرير ما كلها سعر واحد، لأنه شغل يدوي يختلف من أسرة إلى أسرة، من يد ليد، ويختلف طبقات الشغل اللي فيه. طبعا. والنوعية والفينشي. هذه ب 24,000 درهم، لكن في نفس الحجم حرير أيضا ب 15. ايه. ب16 ب14 اقل من كذا فيه، ولكن ما انصح. ما تنصح؟ ما هنا تختلف الجوده تماما. ايوه هذا بالنسبه للحرير. فهذا الحرير القطعه هذه ب 24,000 درهم اماراتي. نعم. وممكن يكون السعر اقل حتى ال 15,000 حسب العمل الموجود فيها. هذه السعر مثلا، هذا حرير وصوف اللي هنا. وين؟ هذه حرير وصوف. نعم. هذه سعر يتراوح بين عندنا احنا إيه؟ دائما انا عامل موازنه للسعر حتى يكون لا يتعب العميل. إيه؟ والعميل يعرف انه يشتري حاجه من عندنا مضمون 100%. صحيح. في محلنا هنا وباشرافي انا نفسي مباشره اتعامل مع الضيوف. اكيد اكيد. كيف علشان البياعين ما يحصل هذا وهذا. احنا هذه نبيعها ب 6500 درهم. تباع ب 6500 درهم. ايه. هذه سعر ممتاز وخلاص مضبوط. إيه؟ ويعني خلاص بأدنى ما هو يوجد في الأسواق. لو هو في مركز آخر ما يقول له ب 12-13 درهم. نحن معنا في بعض الأماكن تباع ب10 و11 و12. أيوة. الشكل هذه عندك زي ما قلت لك حق الضيف. هذه محجوزة أوريدي أو فصل. هذه واللي تحتها شارينا هذولا خلاص. إيه نعم. لكن مثلا عندك هذه حجم صغير، هذا الخط البارز. إيه؟ برضو آية الكرسي وهي صغيرة هذه. أيوة. هذه ب4500 درهم. هذه القطعة ب4500 درهم حرير وصوف، فيها آية الكرسي، فيها لفظ الجلالة، وبأحرف بارزة، وحرير وصوف وجودة عالية. إذا أردتم أن تبروزوها أو تعلقوها فلكم حرية الاختيار. وأسعار اللوحات التشكيلية الجميلة هذه اللي نشوفها، اختلاف من لوحة لوحة حجما ونوعا. ايه. وفنا وشغلا وكل شيء. ايه. هذه ب8000 درهم اللوحة. هذه ب8000 كثير عليها. لا عمل دقيق جدا. وبعدين حتى مخيلة الرسام والناسج هنا. خلينا احط لك اياها من الضوء حتى تشوفها مضبوط عدل كيف تبرز، لان فيها حرير كثير. هي حرير صوف، ولكن شوف هنا جمالية وفن العين. يا سلام، رائعة جدا رائعة جدا. يعني ألوانها آسرة. إيه. في أنواع وأشكال مختلفين وهكذا. جيبيس بلاك ون. اختلاف الأنواع، اختلاف الأذواق، كل شيء. شو مثلا هذه. إيه. هذه برضو خلنا افتحها أشوف إيش من آية من آيات الله، إن هي صورة من الصور القصيرة أو آية الكرسي. نشوفها. عندنا كمان الأحجام الكبيرة. إيه. صورة الكعبة وما كعبة وآية قرآنية مختلفة. عندك مخزون كبير من هذه الأشياء ما شاء الله عليك. لوحات كثيرة، أشياء كثيرة كثيرة جدا. أنا حبيتها أخرجك هذه تشوفها، بس تشوفها ليش؟ حتى أضع معلومة للعملاء. أيوة. أصدقائنا لأهلنا. شوف هذه الفن اللي فيها كل شيء. لكن ارخص من الاولى اللي تصورتها الصفراء اللي قلنا عليها. ايه. ارخص منها مع انه ايه حلو كثير ومشغوله بالوان جميله. ايوه ايوه. ايه رائعه رائعه جدا رائعه جدا. ارخص من هذيك شويه. ليش؟ لان هذه من عائله وهذه من عائله، هذه يد وهذه يد.
هذه ينقص فيها الحرير شوية، هذه ايه؟ كثير زايد عليها الحرير. هذه 5500. أيوة. فرق يعني، مع إنه جميلة جدا. هذا وكأنك تتكلم عن خلطة ذهب بالنحاس. أيوة. أيوة الحمد لله، شفت كيف. كأنك تتكلم في صناعة الذهب. نعم. قيراط 24 وقيراط 12 وقيراط 18. إسلام. أيوة. نعم. حتى تتضح المقارنة هنا. فكل ما زاد الحرير كل ما ارتفع السعر. بس أنا السجاد سامحني أقول هالكلمة. نعم. اليدوي هذا الراقي. أيوة. هو كنز من الكنوز. طبعا. هي ثروة. هذا بينعدم بعد كذا سنة، بينعدم. هذا الكنز الذهب والماس والفضة والعيارات كلها بيظل موجود. مناجم وهذا موجود في مخازين. صحيح. لكن هذا ينتهي، ينتهي اليد الفنية اللي تشتغل فيه اللي تنتجه. اليوم يتقاعدوا ويتركوا ويعزلوا من هذه الوظائف، يروحوا لوظائف أخرى. يعني طبعا هذه التجارة تواجه عدة مصائب وعدة تحديات. أيه. منها من منها منها عزوف اليد الصانعة. بالضبط. أيه. بالضبط. نقص العمالة. بالضبط. نقص هذا لا الفنان، هذول فنانين. نعم نعم. مبدعين. ويحتاجون إلى دعم. صحيح. شو الحاجات اللي تشوفها أنت أو اللي تنصح فيها أنت أساس هذه الصناعة تبقى حية وتزدهر؟ تقصد يعني شو الحاجات من هذا المستوى من السجاد ولا؟ عشان إحنا نحافظ على هذا المستوى من السجاد. إيه. أنت شو الشيء اللي تشوفه لازم يكون أساس إحنا هذه الصناعة ما تندثر؟ والله أنا يعني لي أمنية أتمنى من الله سبحانه وتعالى، طرحنا الفكرة هذه كثير مرات، طرحناها على مسؤولين، إنه ليش ما نستقطب العمالة من خارج الدولة وننجز ونعمل هذه الأشياء هنا عندنا في الدولة. أي. بس إحنا محتاجين إلى من يدعم ومن يكون معانا داعم قوي من قبل مسؤولين وحكامنا، ونكون نعمل هكذا في داخل الدولة، عمالة نجيبها من هناك ونستفيد من الخبرات. ممتاز. ونعلم شبابنا وأجيالنا ونشغل كوادر ونوظف شباب جديد. فهذه النصيحة يعني اللي هي مهمة جدا أقدر أقول فيها. أيوة. لأن صراحة هناك مد هائل من الصناعة الصينية ومن المكاين ومن. نعم. والناس يقول لك أنا أخذ كوبي بسعر، طبعا مش الكل، هناك من يقدر. بالمناسبة هذه والكلمة اللي قلتها أنت. إيه؟ أنا أريد أقول للي بيجيني يتفضل عندي. إيه؟ أعلمه الكوبي والأصلي وحنعطي له اللي يريد. أيوة. كل المستويات عندنا موجودة. نعم. من الألف للياء. في عندنا مش كوبي كوبي. إيه؟ عندنا سجاد منتج يدوي آخر راقي ورهيب جدا جدا، وأسعار بمتناول الأيادي. صحيح. كل واحد على حسب إمكانيته، من الألف للياء زي ما قلت، ها في 5000 3000 4000 10000 الى المليون، وين ما يريد، كل واحد حسب طاقته وامكانيته. وسجادك يصل الى جميع دول العالم. الحمد لله الحمد لله، احنا واصلين لكل مكان والناس عارفين. انت عندك هذا البساط الطائر. الحمد لله. سجادك والله عباره عن بساط طائر. والله في فتره من الفترات انا صورونا جماعه جو من تلفزيون امريكي. ايه؟ وعملونا على سموها السجاد البساط بساط الريح. إيه؟ بساط الريح وعلى السجاد. وهذا موجود عندي انا، موجودين في ملفاتي وفي هذه الاوراق، وكان السجاد تطير والناس فوقها. يا سلام يا سلام. يعني الناس كانوا معك على بساط الريح، واحنا كنا في مكان فيه الجمال هو العنوان. عندك تحف كمان. هذه من بقايا التحف اللي كنا نبيعها نحن. هذه الخناجر من وين هذه؟ هذه الخناجر يا اخوي اصلها الاصل الاصل الحقيقي. ايوه ايوه. من اليمن، يمن التاريخ والعروبة. هذه خناجر عمرها فوق 150 سنة. اكثر من 150 سنة، ومع الاسف لا توجد لها الحين من هذه كثير، ولا 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 تحصل عليه في الأسواق، موجودة ولكن مفبركة. مفبركة. هذه من الفضة. أيوة. الحين صنعوا بالهند، صنعوا مش عارف كيف، هذه من الفضة الأصلية الطبيعي. أيوة. هذول أنا مخليهم من كان عند لدينا محل تحاف وكذا كذا كذا، فخلصنا منه، هذا مخليهم أنا هنا يعني. أيوة. كتذكار للمعرض اللي أنا الحين. لكن اللي يريد ممكن نرسل له واحد مندوب خاص لهناك بعد الحرب اليمنية. أيوة. ونجيب له. أيوة. شو هالتحفة الجميلة هذه؟ هذه شوف مثلاً. أيوة. حرير خالص. حرير خالص. وهذا انا رضا اقول لكل من بيشرفنا. اي. سعر في متناول يد الجميع. الله. اسعار رخيصه. يلا. حلوه كثير كثير كثير.
ايوه جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا. في عندكم مصطلحات معينة عن انواع السجاد تتكلمون عنها مثلا؟ والله المصطلحات كثيرة جدا لا استطيع ان احصي لك اياها كاملة. أيه؟ المصطلحات يعني اسامي. أيه؟ والاسامي حسب المناطق اللي تنتج فيها. أيه؟ يعني يقول لك مثلا اصفهان. أيه؟ قوم، تبريز، نين. أيه؟ شيراز، عبدان، حمدان، كذا. أيه؟ كم اوصف لك؟ ما اقدر اوصف لك. انا لدي خارطه. أيوة؟ اللي بيجي عندي شرفني بديله الخارطه. أيه؟ تعطي له فكره عن منتج السجاد وين 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 مناطق كلها. ما شاء الله ما شاء الله رائعه هذه كمان. هذه كمان. أيه؟ يا سلام يا سلام، فيها يعني فيه شغل دقيق جدا بالوان مختلفه. شوف 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 بالوان مختلفه. أيه؟ كل شيء بالضبط الألوان مختلفة. شوف كيف تغير لونها؟ إيه يتغير الحرير. لونها حسب الزاوية. هذا الحرير طبعاً. الحرير. الحرير يعطيك لونين. أيه. حسب انعكاس الضوء عليه. يا سلام يا سلام. الحين بفرقك سجادة واحدة حلوة. أيوة. لعشق السجاد. آه. للي يعشق السجاد ويقبل كنز من السجاد. هذه سجادة نادرة. ما هي مكررة؟ ما بتكون مكررة. سجادة نادرة؟ إيه. ما تتكرر دائماً؟ إيه. وهي مقاسها 2x3 متر. 2x3 أمتار. 2x3 متر. إيه. ورسماتها تحكي عنها وألوانها. الله. إيش طيور الجنة هذه؟ إيش؟ شايف؟ شوف كيف؟ شوف الألوان اللي فيها الإبداع. الله الله الله. لا فعلا حتى تصميمها نادر. سجادة واحدة إذا في حدا ابن حلال وله حظ وله نصيب الحقها بسرعة قبل ما تطير. هذه ون اند اونلي فقط عند عمي أبو مروان، حصرية ونادرة أصلا. بما إنه لدي من العملاء والأصدقاء كثير والزبائن كثير. إيه؟ يمكن هذه ما تضل عندي أكثر من يومين 3 أيام. فإذا كان هناك من له رغبة بهذه فليتفضل بأسرع وقت. الله رائعة جدا. خامتها من الحرير؟ حرير خالص، حرير خالص 100%. شوف هذا، شوف الإمضاء. هذه مختومة. هذه مختومة من المنتج اللي هو عملها واللي صممها واللي انشاها والحاكها. أيوة. هذه العائلة وهذه المنطقة وهي كل شيء. شوف قوم كذا كذا إلى آخره. يا سلام. نعم. يا سلام يا سلام. يعني هذه ياخذها المحظوظ. لوحه ابداعيه لانه ما في غيرها، مش مكرره. أي. يعني شوف تصور هذا شغل يدوي. أي. الشغل اليدوي قاعد يشتغلوا فيه ناس كم سنه. صح. واحده. أي. خلاص اللي بياخذها واحد. يس. ما تكرر دائما هي لا 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 ما تكرر. أي. ما تكرر. فيها عدد كبير من الطيور والالوان والالوان التنسيق. يقف اللسان عاجز امام هذه الجماليه هذه. تسلم لسانك ويحفظ لسانك. الله يحفظك يبارك فيك. يعني اشياء كثيره جدا يعني نعجز نتكلم. والله احسنت. الاحجام الكبيره كمان موجوده عندنا. كفيت ووفيت. كل انواع الاحجام. اي موجوده هاي مطويه هنا وفي المستودعات كمان. المستودعات عندنا الى حد 400 متر مربع. ما شاء الله تبارك الرحمه. ما شاء الله تبارك. مربع 400 متر مربع كل الاحجام موجوده. بارك الله فيك. أعزائي المتابعين كنتم معنا في هذا اللقاء المباشر من معرض أستاذنا محمد الغزالي أبو مروان، قيدوم هذه الصناعة، صناعة السجاد. يعني استفاض معنا في شرح طويل وأعطانا من وقته وبين لنا خبايا هذه الصناعة والمواد الأساسية التي ينسج منها هذا السجاد اللي يعتبر تحفة. أشكر لكم جميعا، أشكر لكم جميعا أعزائي تواصلكم، وكذلك لكم الأسعار الخاصة موجودة إن شاء الله عند عمي أبو مروان، ولكم المعاملة الطيبة، ولكم حتى الثقافة يثقفكم في مجال السجاد، تعرفون الأصلي مش من الأصلي، وتدركون يعني التعب. القطعة يعني قطعة مثل هذه تجلس 18 شهر، وقطعة تجلس سنتين ونصف. لهذا يعني يكون سعرها غالي، لهذا يعزى السعر الغالي والثمن المرتفع في بعض الأحيان لبعض القطع لهذه المدة ولهذا التعب.
عرفنا كذلك أن هناك أسر في بلاد فارس تخصصت في هذه الزرابي، وهناك خريطة لهم عند عمي أبو مروان. أشكر لكم متابعتكم الجميلة، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم حضوركم. صفاء، عمر العوضي، ياسين، سلمى، نادين، سحر، محمود، أبو خميس، هشام، أبو غالب، ماجدة، نهيلة، أهلا وسهلا بكم. تشرفت بكم جميعا. سوف نبقى نقدم لكم المميز والفريد والجميل. نبحث عن الجمال في الموسيقى، في الفن، في الصناعة التقليدية. أنا سليل أسرة صناعة تقليدية، والدي يعني كان من قدماء صناعة الزخرفة على الجبس، وكلكم يعرف الجبس المغربي وزخرفته والنقش البلدي، وكم أن هناك أسر يعني تفتخر بهذه الصناعة التي تواترت عليها أجيالهم وتوارثوها جيلا عن جيل وطورت عبر الزمن. اليوم يعني اليوم التقينا أفراد عائلة بنو أعمامنا في صنعة أخرى. العامل المشترك هو عامل الجمال، هو عامل الإتقان، هو عامل الصنعة، هو أن الإنسان يستطيع بتفكره وبعمله أن يخلق الجمال من العدم، أن يجعل هذه المنازل والمساجد والجوامع والجامعات من أبنية ما عندها أي هوية إلى أماكن تمتلك هوية وتمتلك طابع وتمتلك خصوصية من خلال هذه الزخارف اللي عندها مدلولات وعندها جمالية تسر الناظرين وتتحدى بعض الناس الجامدين، تتحدى أفكارهم. أنت ترى هذا الجمال الذي وهبك رب العالمين في 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 مخيلتك، كيف تتخيل هذه اللوحات الرائعة، كيف تتقنها؟ هذا شيء يعني نقف أمامه مذهولين. سوف نبقى سويا إن شاء الله في لقاء آخر مع شخص مميز آخر، وسوف أصحبكم في رحلات متجددة إن شاء الله. ابقوا معنا وعلى تواصلكم، نحن نستمر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.